كيبدا الفيلم ديالنا بواحد كيفيق من النعاس كيلقى راسو في واحد الحبس غريب وكيلقى مكتوب المستوى 48 وكاينه حفره في وسط الشومبر ومعاه واحد الشيباني. سولو فين حنا وشنو واقع؟ فجاوبوا الماكله وانت وزهرك اما تاكل مزيان اما ما تلحق حتى حاجه وتبقى بالجوع، وهذا الشيء كامل واقف على المستوى اللي انت فيه في هذا الحبس. وانت دابا عندك الزهر حيت راك في المستوى 48. وزاد قال له ما تهضرش مع الناس اللي لتحت ولا اللي الفوق، فعرف ان الشيباني قديم هنا وعارف القوانين. كتنزل الطبلة ديال الماكله عندهم ولكن كانوا واكلين منها قبل منهم، فعافي ياكل منها. اما الشيباني كياكل وما مسوقش. كورينغ قال للشيباني حنا في المستوى 48، اي كلاو من هاد الماكله 47 مستوى، اذا 94 حباس كلا من هاد الشيء قبل ما يهبط لعندنا. وكيلقى تفاحه مزيانه وكيهزها ويديرها في جيبه. الشيباني مر من سال الماكله بزق عليها حاشاكم، فاستغرب كورينغ وقال له الشيباني راه اللي فوقنا تا هما داروا هكا. مشات الماكله ولكن الحراره بدات كتزاد بزاف في البيت. الشيباني قال له راه بسبب التفاحه اللي خليتيها عندك، الماكله من حقك تاكلها مادام الطبله عندنا، غير تمشي ما محقكش تخلي عندك والو، من غير هاد الشيء غتبقى تزيد الحراره تنموتو. فكيرمي التفاحه في الحفره. كورينغ كيقول له راه جا للحبس بخاطرو يدوز فيه 6 شهور باش يدي واحد الدبلوم. الشيباني جاوبو انا دوزت هنا عام اذا خاصني جوج ديال الدبلومات. النهار الثاني كتنزل الماكله ومازال ما باغيش ياكل، وكيسول الشيباني علاش انت جيتي لهنا؟ كيجاوبو شفت اشهار في التلفازه على واحد الموس ماضي بزاف ومشيت شريته، وانا كنتفرج مره اخرى في التلفازه شفت اشهار على موس حسن من هذاك اللي شريت، فلحت التلفازه مسترجم وجات على واحد دايز، فخيروني اما يديوني لسبيطار الحماق ولا يجيبوني لهاد الحفره. وزاد قال له انه كان قبل في المستوى 132 والماكله ما كانتش كتوصل في مره. كورينغ قال له خاصنا نقادوا الحصص باش كل واحد ياكل والماكله توصل للناس اللي لتحت. كيجاوبوا حتى واحد ما غادي يسمعك، اجي وانت داخل خيروك شنو تاخذ معاك، وانت اختاريتي كتاب اما انا اختاريت الموس اللي كيمضي راسو براسو. كتجي الماكله مره اخرى فما بقى عنده غير يمشي ياكل. وسول الشيباني شنو المستويات اللي دوزتي، فعرف ان المستويات كيتبدلوا كل شهر عشوائيا، يمكن يكون الفوق ويمكن يكون لتحت. ومنين سولوا على اللي كان معاه في الشومبر قبل منه توقع انه كلاه منين كانوا في المستوى 132 حيت باين عليه ما دوز الجوع في داك المستوى. كتنزل الماكله مشى الشيباني ياكل ولكن كانت فوق الطبله واحد البنت في شكل. منين سولوا كورينغ عليها قال له انها كتنزل كل شهر تقلب على ولدها، وهي كتنزل منين كتغسل لي معاها في الشومبر. وقال له راني ما قتلتش اللي كان معايا قبل منك ولكن كان سالى الحبس ديالو وخرج. منين نزلت الطبله للمستوى اللي لتحت منهم الحباسه جروا البنت وكان باغي كورينغ ينقذها، ولكن رجعت لبلاصتها بعد ما قتلاتهم. بدا كيتعايش كورينغ مع الحياه في داك الحبس، وكيجي التالي ديال الشهر فين غادي يتبدل المستوى ديالهم اما لتحت اما الفوق. فنعس ومنين فاق لقى راسو مربوط وعرف انه في المستوى 171. والشيباني قال له كون ما تغديتش بيك كنت غادي تتعشى بيا، وفي هاد المستويات اما تاكل ولا غادي ياكلوك. وقال له انا ما غاديش نقتلك باش ما تخناش، وغادي نصبر سيمانه الاولى بلا ماكله. كتنزل لمنصه ديال الماكله وما كيكون فيها والو ما يتكال ولو قشره ديال التفاح. كدوز السيمانه الاولى وكيحس الشيباني داك الساعات بالجوع، فكيمشي يقول له انت واجد باش ناخذ منك طرف ديال اللحم، وكيبدا يقطع منه. ومنين كتنزل لمنصه ديال الماكله كتكون فيها البنت، فكتمشي تنقدو كما هو بغى ينقدها قبل، وعطاتو الموس فمشى قتل الشيباني. وكيفيق موراها فلقى البنت كتاكل في لحم الشيباني وعطاتو يدوق حتى هو شويه. كينوض مور الشهر الثاني ديالو كيلقى وحده معاه في الشومبر ومعاها كلب ديالها، وهما دابا في المستوى 33. ومنين ركز فيها تفكر باللي هي اللي كانت كتعمر المعلومات ديالو قبل ما يدخل لهنا، وكانت كتسولو شنو كتبغي وشنو ما كتبغيش في الماكله، وعرف منها انها جات لهنا لراسها. ومنين الماكله نزلات لقاها كتوجد جوج طباسل وتوكل الكلب ديالها، فقال لها الماكله اللي كتعطيه راه توكل دري صغير يمكن يموت بالجوع هنا. فجاوباتو باللي ما كاينش الدراري صغار هنا. ومنين كتحاول تقنع الليل تحت ياكلو غير اللي يكفيهم ويخليو للمحبسيات الثانيين ما بغاوش، وعرف ان الهدف من الحفره ان كل طبقه تحسب الطبقه اللي تحت منها ويديروا بحساب الناس الثانيه. في النهار الثاني كدير نفس البلان وكتوجد جوج طباسل باش اللي لتحت ياكلو على قدهم، وتا هما يوجدوا جوج طباسل للمحبسيه اللي تحت باش كلشي ياكل. ونهار مورا نهار وهي كتحاول هكا، فهضر معاهم كورينغ وقال لهم الا ما درتوش شنو كتقول لكم غادي نخسر هاد الماكله كامله، وسمعوه هدرتو. ومنين قالت له خاصنا نقنعوا اللي فوق تا هما
جاوبها ما نقدرش نخسر ليهم حتى هما ماكلتهم باش يتقنعوا. كتنزل الماكله في النهار اللي موراه فكيلقى البنت اللي عاوناته سخفانه فوق المنصه فكيحاول يعالجها. كيفيق من النعاس على الغوات ديال العيالات فكيعرف ان البنت قتلات الكلب ديال المراه اللي معاه. وكتنزل النهار الثاني مع الماكله وكيعرف ان اللي معاه جات للحفره الراسه وما عندها لا راجل لا ولاد، وهي كانت خدامه هنا مده ديال 25 عام وما عرفاش هادشي كامل كيوقع هنا. كينعس وكيفيق ولقى راسو في الشهر الثالث في المستوى 202 واللي معاه انتحرات. فكيتخايل الشيباني كيقول له غادي تاكلها ياك، وكيتخايل حتى المراه كتقول له انا خليت لك هديه والهديه هي الجسم ديالي باش تاكله، ولكن هو ما كيبغيش ياكل. ومنين نزلت المنصه ما كانش فيها كاع الماكله. مع الوقت الجوع كيغلبو فبدا كياكل منها، ولقى البنت اللي نقداته جايه تاكله ففاق ولقى راسو غير كيحلم، ولكن راه دابا في المستوى السادس ومعاه واحد باغي يخرج من الحفره. والرمال اللي فوق منه حبل وبدا طالع فيه، ومنين قرب تلقوا الحبل فكان غادي يطيح في الحفره، ولكن كورين كينقذو. نزلت ليهم الماكله وكانت الطبله مزوقه وزوينه حيت هما في المستوى السادس. ومازال كيتخايل الشيباني كيهضر معاه وكيقول له باقي لك شويه وتخرج وتاخذ الدبلوم اللي باغي. مشى عند اللي معاه وكيقول له راني باغي نصوب الاسلحه باش نفرضوا على كل مستوى ياكل على قده، وانهم الا قدروا ينزلوا الماكله لاخر مستوى غادي يكونوا غلبوا هذه الحفره. وهو كيعتقد باللي تقريبا كاين 250 مستوى، فقنعوا وصوبوا السلاح ونزلوا مع الماكله. ما بغاش يعطي الماكله للمستوى السابع حيت يقدروا يصبروا حتى الغدا، وهما اتفقوا باللي غادي يبداو يفرقوا الماكله من المستوى 51 باش كلشي ياكل. وتلاقاو مع واحد الراجل خاتر قال لهم خاصكم تصيفطوا للاداره شي رمز، والرمز هو تخليو شي تبسيط بماكلته حتى واحد ماكله منه، وداك الساعه غادي يستغربوا كيفاش هذا ما تكلش ورجع لهم. فكياخذوا واحد التبصيل فيه حلوه باش يحميوه. كيوصلوا للمستوى 51 وبداو يوكلوهم وكيعطيو لكل واحد النصيب ديالو واللي يكفيه من الماكله. ولقاو باللي المستويات اللي لتحت الناس كيقتلوا بعضياتهم، وكيزيدوا ينزلوا كيلقاو واحد قتل البنت اللي نقداته، فدابزوا معاه دباز خايب بزاف حتى قتلوه. كيبقاو نازلين حتى وصلوا للمستوى 333 ولقاو بنت صغيره وعطاوها داك التبصيل ديال الحلوه. كورينغ جاتو الهلواسه ولقى صاحبو كيقول له باللي البنت هي الرساله، ومنين فاق خدا البنيته وزاد نزل للمستوى الاخر. كيلقى الشيباني وكيقول له ان الرساله ما محتاجه حتى واحد يحميها، فنزل والمنصه طلعات بالزربه الفوق. هنا الفيلم ديالنا كيسالي عادي الا ما فهمتي والو، اجي نشرح لك شنو فهمت انا باختصار. فهاد الحياه كاين الرزق اللي يكفينا كاملين، ولكن الطبقات اللي الفوق كيكبروا كرشهم، وهادشي كيخلي داك الرزق ما يتفرقش بالعدل، وكل واحد كيغلب عليه الجانب الاناني ديالو وما كيفكرش باللي كاين الناس تحت منه. ومره مره كيجي شي واحد كيفهم هاد البلان وكيحاول يدير التغيير ويعطي لكل واحد حقه، ينجح ولا ما ينجحش المهم كيكون حاول. هادي كتبقى فهمتي انا، وانتم قولوا لينا في التعليقات شنو فهمتوا. الفيلم سميتو ذا بلاتفورم وخرج في 2019. نتمنى الملخص يكون عجبكم، وما تنساوش ديروا جيم، وفي الاخر شوفوا الملخصات الفايته وديروا اشتراك في القناه باش تشوفوا الملخصات الجايه. تهلاو ونتلاقاو في الملخص الجاي.